معنا لفاطمة من القنيطرة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. مرات الوصفات والشهيوات لالا فاطمة. أهلا وسهلا. يا أختي أنا راجية في الطريق ودايرة الراديو. ياك. دابا لداري بغي درت الفيديو. هذا دليل على الوفاء ديالك لالا فاطمة. مرحبا. عيط وأنا نشدكم أختي. الله يحفظك. عندك واحد الفقاس سيدة اللي كيلقاو مشاكل في الفقاس. أييه. غنشدو الخلاط. أها. نديرو فيه 8 البيضات كبار. 8 البيضات كبار في الخلاط. زلافة ونص سنيدة. اها زلافه ونص سنيده بلاتي لاله فاطمه. اها زلافه ديال ربع السيدي باش يعرفوا. اييه زلافه كبار كلفه 125 غرام. اييه دوك ديال الشينوا مالينا. زلافه ديال الزيت. زلافه الزيت نعم. اربعه دفاني ساشيه دفاني. اها اربعه دفاني وكنضربوا السنيده والبيض حتى كيوليو كريم بيبياضوا ويعمر الخلاط. اها ونزيدوا عليهم الزيت. اها ونزيد عليهم كاس الحليب. كاس الحليب وفاني؟ ياك. اه والفاني مع السكر والبيض الاول. نعم. ومليحه وكنضربوا هذا الشيء مزيان مزيان بقا يضرب يضرب تقطع منه الخيط. كله خيط بحال غنصابوا واحد الجينواز. اها وكنكونوا دايرين في الباني واحد الديفونس ديال اللوز بقشوره صحيح غير مسوح خضر ما فازك لا والو. اها ديفونس. انا غنقول لهم علاش. اللوز بقشوره. اييه ونخلو عليهم ذاك الخلاط. مزيان ونخلي واحد خمسة دقائق داك البيض فوق اللوز. اها ومن بعد كنديروا جوج كيلو ولا ربع معبوره كيلو ونص كيلو وربع. اها يعني غير يجي مالك هذا الخالص ما تزيدي ما تنقصي مع اربعة خمارات. اها كيلو ولا ربع ديال الطحين. جوج كيلو ولا ربع. اه جوج كيلو ولا ربع باش السيدة تعيد يبقى لها العيد كبير. نعم. تتخلط صافي اختي وتجمعوا مزيان. اييه تحربلو 8 الكرات. اها سيدي تبغي كبير ولا صغير؟ نعم. ملي تحربلو تخلي 5 دقائق وعاد ديرو بودانات. اها شي جا مثقب ومسوس. اييه هذيك اللعبه ديال تكورو وتخلي هي اللي كتثقبو. نعم. وكتدخلو الفران بارد عافيه من التحت. اها ومن تقاسو بدا كيتجمع من الفوق وراه كيتنفخ وكيتثقب كله كيجي فن ما كيتشقق لا والو. اها راه العافيه الا كانت مجهده هي كتغسل الفقاس. نعم. راه ماشي المقادير. اييه بالفعل. صافي كنشعل يعني كطيب خصنا نحضيو فيه. نشعل واحد 10 دقائق ونحطو فوق البوطاجين نقدرو نقطعو في العشيه نقدرو نقطعو الغد يعني كتقطع فاسيلمون يعني ما فيهش مشاكل. نعم غادي نجربو هذا الفقاس. العافيه النيله باش ماشي تشوط من الفوق. نعم. ومن الداخل بني تندغي تبقاي خضر من الداخل اللوز باقي ما ولاش كروكو. العافيه ملي تحطو من الفوق ولا تكون نيله. نعم صافي مفهوم؟ مفهوم.